هلا والله. تويتر هو أحد مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة عندنا في السعودية، ومع انتشار التطبيق بين الناس ظهرت أسماء مستعارة وحسابات وهمية وأشخاص غريبين. نزلنا الشارع وسألنا الناس عن عدد حساباتهم في تويتر، وهل حاط اسمك وصورتك الشخصية فيها ومدى تفاعلك مع حساباتك؟ حساب شخصي، حساب أخذ راحتي فيه، حساب الشخصي اللهم تابع فيه ترند. عندي طال عمرك حسابين في تويتر، حساب رسمي وحساب أول ما تخرجت من الجامعة أدرس فيه خصوصي. طبعاً بعد ما توظفت قفلت الثاني واستمرت في الرسم. عندي حسابين. إيه عندي. لا حساب واحد ويلا بعد. حسابي رسمي واحد فقط أنا. فيه نعم في 4 حسابات الآن ما أخذين الاسم حقي وصورتي الشخصية نعم. والله عندي حساب واحد. والحساب هذا يعني ما استخدمه يعني بس اتصفح اشوف الترند وش صاير في العالم وبس والله يعني هذا في تويتر انا مالي في التويتر يعني في الانستغرام والسناب شات اكثر شيء